قبل 3 أسابيع عن عيد الأضحى المبارك، تنتشر نقاط بيع الأضاحي عبر مختلف البلديات من الموالين القادمين من مختلف الولايات الداخلية على غرار الجلفة الأغواط والبيض، والتي تأتي منها عادة أجود أنواع الماشية. كاين الخير تاع ربي، كاين ما يتقطعش، إن شاء الله كاع خير ربي كاين. دركا يجي تشوف الناس بالك تاخذ نظرة على السواق والدنيا، ومازال ما تحركش البيع، مازال بالعقل. فيما تبقى أسعار الماشية دائما في الأسواق تخلق الجدل من بائع إلى آخر، وسط الشكوى المعتادة حول الغلاء من المواطنين. الأسوام راه كل واحد وسومته، راهي تبدا من 33 حتى 48، وفيها كاع المساعدة إن شاء الله. زايدة نسبة حويجة، ماشي بزاف. زايدة شحال تاع واحد 200-300 ألف هكذاك، حتى 500 ألف. برا نشري وراك تشوف المال بارابور العام اللي فات زايد بواحد المليون. كاين تلقى الحاجة وافية مليحة مستوره كاع خشينة، كاين حاجة نورمال تلقى 48-50-53. وراه هذه هي الحاجة القليلة كاع، تشري تين تاخر فيه بالك واحد 18 كيلو ولا تشري بواحد 32-33. أما قضية تغير لون لحوم الأضاحي والتي انتشرت العام الماضي، فقد أكد الموالون أنها راجعة إلى سوء استخدام اللقاح وتوقيته. هذه فاكسا يديروها كي يبقى العيد سمانة 5 أيام 10 أيام، يديروها له كي يذبحوه يزرق اللحم تاعو، ما ولا مرضى ولا هذيك فاكسا. حنا كي يبقى شهر العيد نحبسوا الفاكسا عليه، تقل العيادة لبس بها، ما هي لا مريضة ما تخرج الزرق. في الأخير يبقى المواطن محتارا بين تطبيق السنة والعبادة، وبين تجارة يهدف أصحابها إلى الربح المادي في فرصة تأتيهم سنوياً.